في ساحة اعتصام بابل، أحد الطلبة الأطفال كانت له رسالة وجهها عبر الفلوجة ضد وزارتي التربية والصحة. اليوم احنا ما داومنا، نشكي من التربية ونشكي من وزارة الصحة. أولا التربية، كتاب حاسوب ما ممنوع ما يعطونا، يقولون روح اشتروا كتاب حاسوب ملون، تشتريه من المدرسة بالرياضيات، ليش ما تخافون من الله وبخمسة آلاف وملون أصلا حتى يعني مو مثل ذن الكتب، ليش ما توفرون؟ يعني شنو؟ وعندك وزارة الصحة، وزارة الصحة نيدل ما تبيع توزع، نيدل تبيعها للمستشفى الصيدلية المقابلة، وثلاثة أو بداية اثنين باعوا بلف، والنوبة ثلاثة بألف وربوع، يعني ليش؟ عديلة تستلم 45 مليون. مريض انا، عندي مرض السكري ورحت اقدم على الراتب مال الرعايه ما يرضون، يقولوا لي لا هو مرضك يروح، وهذا صار له سنه وراح اطب السنه الثانيه. عديله من تستلم 40 مليون، كانت تستلم 45 مليون، تقول مليون قطعه من عندنا ما عد استلم من المستشفى، ومره استلمت قنينه وبتايه الصلاحيه، منتايه الصلاحيه، يعني شنو ما تقدرون توفروه؟ يعني ليش عديله تستلم 45 مليون؟ وذاك اليوم طلعت تقول قطعة مول عندنا مليون، الله لا يشفعكم، واحنا نظل نظل.